في كلام الناس هذا الخميس، أهالي شهداء الجيش في صيدا ماذا يقولون؟ أين أحمد الأسير؟ ومن يتحمل مسؤولية ما جرى وما قد يجري؟ شفته؟ ما شفته ربع أمني، شفت قلعة أمنية. في كلام الناس تحية إلى جبيل، عشية تتويجيا أفضل مدينة سياحية عربية. مارسيل غانم يستضيف الوزير مروان شربل، عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل علي حمادي، والصحفي في جريدة الأخبار حسن علايق. يمكنكم التواصل مع كلام الناس عبر هذا الموقع للإجابة على السؤال التالي. كلام الناس الخميس 9:30 مباشرة على الـ LBCI والـ LDC.